هاد المؤسسة هادي اللي تيتراسها السيد مستشار جلالة الملك السيد أندريا زولاي، والرئيس المنتدب ديالها هو البروفيسور هشام درومي. اليوم حنا ارتئينا اننا ندخلوا لمنطقة سيدي مومن. المؤسسة ديالنا تتشغل في عدة مجالات، مجال البحث، مجال براءة الاختراع، واليوم حنا تنشغلوا على دعم مشاريع الشباب. عندنا عدة منصات على المستوى الوطني. المبادرة تتروم دعم الشباب، دعم الشباب وتمكينهم من فرص عمل ومن فرص تمويل المشاريع ديالهم في إطار دعم الحس المقاولاتي. اليوم عندنا دورة تكوينية مع جمعيتين اللي عندهم الوزن ديالهم بالمنطقة. ارتئينا اننا نديروا هذا اللقاء مع الفاعلين الجمعويين بالمنطقة، خيرة الفاعلين الجمعويين بالمنطقة. ربما يقدر ان البرنامج ما تيستهدفهمش بصيغة مباشرة، ولكن احنا قلنا اننا نتكلموا مع الفاعلين الجمعويين بحكم انهم هما اللي قراب للشباب ديال المنطقة، هما اللي عندهم علاقات بالشباب ديال المنطقة، وهما اللي قدروا يوصلوا البرنامج ديالنا للشباب ديال المنطقة. البرنامج ديالنا تيستهدف شباب من 18-45 سنة، يكونوا من ابناء منطقة سيدي مومن. المشاريع ديالهم ان شاء الله غتكون في منطقة سيدي مومن. في حالة اللي كانت عندهم شركة قبل خاصة ما تكون ما تجاوز السنة. المشروع تيدعم الشباب بنسبة تقريبا بنسبة 60% من قيمة المشروع، يعني تتبقى 40% على الشباب. هذا المشروع هذا اللي يمكن اننا نقول عليه بانه دفعه قويه لابناء المنطقه وابناء منطقات ابناء. هو بالنسبه للمشروع راه تيستهدف المغرب كامل، ولكن بالنسبه لسيدي مومن كيف قلت لكم راه حاله خاصه، وتيدعم الشباب ديال المنطقه وتيستهدف الشباب ديال المنطقه باش يخرجوا من براثين الفقر وبراثين العطاله، وننميو عندهم الحس المقاولاتي، وان شاء الله غتكون بادره حسنه اللي غادي يستافدوا منها، تستافد منها المنطقه باكملها، شباب وشياب واطفال، لانه كما هو معلوم اي مشروع تيدار في المنطقه فيه مستفيدون مباشرون ومستفيدون غير مباشرون. المستفيدون المباشرون طبعا راهما حاملين المشاريع والناس اللي غيتعاملوا معاهم من الزملاء والعمال والموردين، والمستفيدون غير المباشرين راه اول مستفيد غير مباشر هو الاسر ديال هاد الشباب هادو، اللي مجرد انه غادي يكون الابن ديالهم في واحد مستوى معيشي جيد وقادر انه يصرف على نفسه، قادر انه يخلق واحد الاسم لنفسه، من طبيعه الحال غادي يستافدوا حتى هما. تنشكر بالمناسبه تنشكر الجمعيه المنظمه، وتنشكر مجلس مقاطعه سيدي مومن، وتنشكر انوار بريس على هذه البادره هذه انهم جاوا اليوم وتفاعلوا معنا وغطوا هذا اللقاء اللي احنا الهدف ديالنا منه هو النهوض بالمنطقه ككل ان شاء الله. بخصوص هذا اللقاء ان شاء الله هو لقاء دوره تكوينيه لفائده الشباب سيدي مومن حول دعم المشاريع ديال لهاد المقاولاتي اللي اليوم انه كانت بادره من مقاطعات سيدي مومن، اليوم تتحمل في طياتها مجموعه ديال الايجابيات. واليوم بالنسبه لنا احنا كجمعيه النفس الجديد للعمل الجمعوي هو تتواكب هاد المشروع هذا من اجل تكوين وتاطير ديال الشباب، انه باش يحمل هاد المشاريع هذا، وانه باش يكون ابداع، وانه يكون واحد الافاق ديال فتح سوق الشغل بمنطقه سيدي مومن بالنسبه للشباب. وتنتمنى على اساس ان هذا اللقاء انه يكون ان شاء الله اللقاء الاولي مع جهد الجمعيه الشريكه معنا، وان شاء الله اننا عندنا ان مجموعه ديال اللقاءات التكوينيه والتواصليه اللي غادي نقوموا مع جمعيات المجتمع المدني بسيدي مومن، وتحياتي للجميع وشكرا. في اطار اللقاءات اللي كديرهم مقاطعه المبادره اللي قامت بها مقاطعه سيدي مومن من اجل الشباب ديال سيدي مومن اللي حاملين المشاريع، قمنا بهذا اللقاء بشراكه مع جمعيه نفس جديد وجمعيه المنشاه التنميه الاجتماعيه مع مقاطعه سيدي مومن في هذا الاطار باش نكونوا الشباب يعني حاملي المشاريع.
وهاد البادره يعني بادره جيده بالنسبه للشباب ديال سيدي مؤمن، اللي كنتمنى انها تعود بالخير وبالنفع للمنطقه.